السلام عليكم ناس الجيسكا. وردنا الآن أنه بن سايح ترك شبيبة القبائل الجماعة إسونسيال كما وعد، قالكم لن ألعب في الجزائر إلا لشبيبة قبائل، وعد وذهب إلى الدور السعودي. لايك الفيديو، أبوني في القناة، وتركوا لنا تعليق على الكابيتانو وذهبه إلى السعودية. إن شاء الله بالتوفيق، احنا من المنبر هذا ندعو له ينجح في الدور السعودي. ونشكرك على كل ما قدمته في الشبيبة، وبالتوفيق في ناديك الجديد الجبرين السعودي. يا جماعة، بن سايح قدم لشبيبة القبائل بعض لي كومونتير، تقرا هكا تشوف الجماعة تقول لك هو خلي يتهنينا منه، واحد كي راه خير ايسونسيال، كي راه خير مليح عليه، موفق بربي ان شاء الله في اللاعب لهذا النادي تاعو الجديد، ولكن باه تدعي له باه يروح كي راه خير. سمك شغل رانا تهنينا منه. لا يا اخي، بن سايح بدل شبيبة قبائل، قدم ما عليه، كان في اوقات جيد جدا، وكان في اوقات ما يمدش، وهذا هو اللاعب ايسونسيال، ماشي لدرجة انه ما مدش شبيبة قبائل، وربما مدوا، وكان اوقات كاين اللي يشكروا حتى انه في الافير سلاك وسامحهم فيها وامور هكا، لست ادافع عن اللاعب، ولكن ربما لازم مع الانسان ما ينساش الخير. بدل ما درت الموضوع هذا لانه قريت بعض لي كومونتير وكان لي تعليقات بكل قالك بالتوفيق، ولكن بعض لي كومونتير هذوك سبيسيال هذوك يقول لك راهو كي راه خير ايسونسيال. يا جماعه، هذا الفيديو، لايك الفيديو، واترك لنا تعليق على موضوع راحيل بن سايح. مع فيديو جديد واخبار جديده للشبيبه، سلام خاوتي.